مشاريع مغشوشة، فساد مالي وإداري، نهب وتمييز وعنصرية. واقع أخرج سكان قرية عين جديدة بالبيض عن صمتهم للمطالبة بنصيبهم من مشاريع التنمية والحد من سياسة الإقصاء والتفرقة التي يمارسها ضدهم منتخب حزب الأرندي. احنا عندنا مصارف صحية كل عام رم يعودوا فيها، كل عام يعودوا فيها ويخسروا فيها في الملايير، ملايير يخسروا فيها كل عام، وهاونا تردني فوق طالع طالع بالك واحد 40 سنتيم على الاخر على على التروتوار. كون نروحوا نجبدوا الليستة تاع الشبكه تلقى ناس صحراء معاق المح مرتي شبكه، وها هما ينازوا ولا مساكين هنا بولاده وكريم واش لاقي باش يتمركب في الشبكه. على لحقنا العنصريه، هذا العنصريه شكون اللي دارها؟ دارها حزب لاراندي. من نهار اللي تنصبوا داروا العنصريه فركتوا الشعب من بعضه. مسؤول ولده يدور في لوطو تاع مليار، ومواطن بسيط ما عندهش 1000 فرنك بيطلع فياج يروح يخدم على روحه في البيض ويجي، يروح يخدم ب 60000 اذا الخدام في البيض ويجي. رئيس بلديه سيدي عمر التي تنتسب لها قريه عين جديده اكتفى بتعداد العمليات التنمويه المختلفه الموجهه للقريه. تبدت العين جديده من حصه خاصه بالاناره العمومية اللي هي في إطار الإجراءات الإدارية، كذلك فيه تهيئة حضرية تروتوارات، فيه ملعب جواري، كذلك نحن بصدد إنجاز دراسة خاصة بقنوة صرف المياه القذرة حتى نحول فيه بعض الأحياء. الحراك الشعبي حرر الجميع ودفع المواطن بالبيض لرفع صوته أكثر للمطالبة بالإنصاف والخروج من دائرة التهميش.